انا بس اختصاصي انا فكري واه وقعد سمعه واسعه كلي انا مس ما بعد في البديع والاول الله يحفظك عادي نفس المسيره راه بديتي تقطع ياك ياك الله يحفظك انا ما نجيبها نقول لك السياسي طيب الله عليك الناس اهل الاختصاص حيت اقترح الناس السياسيين كريب هذا نعمس الدجاجي غادي نصاوب لك واحد سويت بوكس سويت بوكس تتكون واحد البوكس تتكون من لي كريب ولي بانكي كوليكو كاع هذوك فلاوات انت نعمس الدجاجي غادي تشوف معايا راه غادي نشوفو على عينينا ياك هذا الشيء اللي كاين على بركة الله الله حتى من ديال الطبقه السياسي هذا داير 45 درهم 45 درهم هذا راه ياكل فيه جوج الناس وباقي العصيات تبارك الله باقي ما كملناش هضره ميكس تبو ياسي واي ياسي شي بالفروين عما سيجيو المسائل بغيت تعكرت هذاك الشيء بغيت تعكرت نهائيا واش راه عندي عشاق واه قال لي زعلي هذا الشيء لا 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 عم السجاده راه واش انت تمشي في العشيويه هذا الشيء اللي كاين كنتي تعشق على سيجي انا سيجي انا قلت لا واش واش نعمل في ديالي واه المعلم ياسين تعشق نعمس واه ما كاين غير العاشق نعمس واه 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 وا. كيت كات نعمس يجي الا ما تعشقتيش نعمس يجي ما درتي شيء طلبات الجهاد انا مسجد وتشكي مع راسي يعني اللي لاحظت انا ان اي حاجه فيها الفروي اي حاجه فيها الفروي كل شيء نعم سجل على عنده علاقه تبارك الله انا انا تنجري لك خبطه تريس غلطهم تا هو خاص تريس خاص تريس الشوكولاته المسائيه كل شيء كاين نعم انا واش الخونه عطينا الخونه القايد نعم سي عزيز شنو تقترح لنا دابا؟ اسيدي عندنا جوج بيتزات هنايا ان شاء الله عندنا بيتزا مارغريتا كتصغيب صوص طوماط عادية ومارغريتا معروفة والبيتزا الأخرى سي عزيز؟ الأخرى سيدي عندنا مارغريتا كتصنف ديال ما اللي هي كتافخ ودماء فافخ ودماء هذا دوبل توست تاعك وهذه اللي قلنا خوي دماء هذه بيتزا ديال الماء انا خوي دماء اجي هنا يا فيه لافوكا وفيه شنو؟ افوكا اوريو اوريو فيه اباستوكي هكا تيخرج دابا هذا هذا مونغ ياك مونغ دابا حنا جينا عند خونا حسن الله يكرمك صاحب المحل الله يحفظك ونشكرك من هذا المنبر تبارك الله عليك الله يصاوب لك واكرمك ما يقدر يعني قلت لك واحد الهديه بسيطه الله يحفظك نعم اسيدي يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله الله يحفظك اسيدي يعني واحد الانسان اللي
اللي تكون البداية ديال أي حاجة تكون صعبة، ولكن أنت من الناس اللي وقفتي معنا في البداية ديالنا. الله يبارك فيك، الله يسر لك الموقف. وقفتي بينا وسجلنا حسن الاستقبال، وحنا صراحة جبنا لك واحد الحاجة بسيطة تحطك. الله يحفظك الله. حنا ما كرهناش شي جائزة. الله يكرمك. أو حتى يشوف فيكم راه جائزة. الله يحفظك الله يحفظك والله العظيم. كما قال الأخ مصطفى الله العظيم، أنت من الأولين اللي حليت لنا الباب. أي نعم. وجينا عندك وما رديتيناش. مرحبا مرحبا في أي وقت. والله إلا مرحبا وقلنا بغيتو مرحبا. وبنتي و درت معنا واحد الجزء الصراحة عجبنا. الله يكرمك الله يكرمك. اعتبر واخا واحد الجزء. الله يحفظك الله يحفظك الله يصوب لك الله يحفظك بارك الله فيك. يزيد طبعا الله يكرمك سي حسن الله يكرمك شكرا الله. هذه هدية ديال أكرة المتر من بورتري مراكش. الله يحفظك أحسن تصاوب مرات نعلقها في المحل. الله يحفظك الله يحفظك بارك الله فيك شكرا يا اختي الا قليل. الله يحفظك بارك الله فيك شكرا شكرا وشكرا لبورتري مراكش. الله يحفظك ونوجهوا حتى تحية لخونا ابراهيم حديثي احسن رسام في مراكش بارك الله عليه. هذه القيمة برافو عليك مع الاخ حسن. الله يحفظك ها هي صاحب الامبرويمي صاحب العروض. شكرا شكروا لي هذا السيد بزاف النيابه عليك الله شكروا لي بزاف شكرا الله يحفظك بارك الله فيك. واخويا شوف دابا 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 الجيش هذاك الجيش اللهم بارك تاع اكل الطميطة صافي راه دابا جيش وجنود مجنده دابا راه تيقول لهم انطلق لشي بلاصه. السلام عليكم عيط على لي زكستراج يوقفوا عيط على لي فورنيسيري لي فريو ولا ما سيجي هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء اللي كاين حيتاش كاين المصداقيه الحمد لله كاين دراك وحنا في تجربتنا الخاصه عاونتونا في المحل الثاني ديالنا ديال المسيره فكنا في اللونسمون ديالنا حقيقه الله مورا المجيء ديالكم سيمانه تقريبا والناس تيجيو تيقولوا شفناكم في المترو جينا شفناكم في المترو جينا شفناكم في المترو جينا الاثر ديالكم كان مزيان علينا وحنا حنا راه الاشاره وتنشكركم انكم جيتوا عندنا وزرتونا وكبرتوا بينا وشفتوا المنتجات ديالنا وبارطاجيو معنا ديالكم هادشي اللي كاين. الله يحفظك بارك الله فيك. هذا المحتوى اللي غادي نقدموه في رمضان ان شاء الله ان شاء الله الله يسر في اطار صلاه الرحم ديالكم. مرحبا سيدي مرحبا الجيش الخير ديالهم. الله يحفظك وحتى لا ننسى مسك الختام الصلاه والسلام على نبينا العدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا وصحبه وتكمل لك التوفيق. الله يحفظك سيدي الاقدام ديالنا يكون عليك بخير ان شاء الله اخويا بارك الله فيك. الله يبارك عليكم السلام ورحمه الله بارك الله فيك شكرا.